طلع لي هذا أبحاتي. هاي ما كنت حاسب حسابها. ماشي بسيطة إلا ملاقيله دوبارة. ابن عمي شو ما بدك تنام؟ لا لا روحي انت نامي، أنا لسه ما نعسل. يعني بدي أفهم إنت بتنعس إنت؟ يا فريالو لا حين على النوم، بكرة مننعس ومننام النوم الأبدية. إيه فقد الشر عنك، سلامة قلبك تقبلني، ليش هيك عم تحكي؟ شو شايفك صح صحتي؟ لا أنا نعسانة كتير، بس يعني ما أجا من قلبي أتركك سهران لحالك. أصيلة أصيلة يا بنت عمي والله. أبو كامي احكي لي عن عمي الله يرحمه. مين عمك؟ عمي أبوك، عمي كامل الله يرحمه. أبي الله يرحمه. وشو ذكرك فيه بنص الليل؟ ما كنت بعرفه، وقت اللي كنت صغيرة كان أبي الله يرحمه يحكي لي كتير عنه، وخاصة نص عن لون شعراته. لون شعراته؟ إيه، ما كان لون شعراته أحمر؟ أحمر؟ كان لو شعراته أحمر. حري حريشك يا فريالو، مو معوش ولفاتك حلوة. فكرت أني غلطانة وماني عم بتذكر مزبوط. لا لا مالك غلطانة، كان لو شعراته أحمر. شو بدي لك فريالو، عملي لي شي كاسة شاي هيك نروي عليها، اسمنا السهرة حلوة بوجودك. بتأمر تاج راسي، رح أعمل لك كاسة شاي بالقرفة والزنجبيل، بحياة عمرك ما دقت مثلها. كان شعره أحمر، ليه ما خبرتني بهالمعلومة؟ ولا بده الحريم تفتح له وجهي؟ وأخرتي